أنا وسعاد عايزين نتكلم مع حضرتك في موضوع، بس مش عايزينك تفهمنا غلط. موضوع يا ست رأي؟ بتتكلمي يا سعاد؟ بابا ربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس احنا يعني احنا بتقول حاجة يا رأي. هو فيكوا ايه؟ اتكلمي يا سعاد، قولي حاجة يا رأي. هتمسحوني لبعض ولا ايه؟ ما تدخلوا على طول الموضوع دغري، خلصوني. اصل بابا يعني بعد عمر طويل كده يعني بقى تشتر على حضرتك، احنا خايفين لا محروس يشاركنا في الميراث. ايوه يا بابا، علشان احنا بنات وملناش اخ ولد يعني وكده. وكنا بنقول يعني يا ريت حضرتك تقسم الورثه علينا انا وسعاد ومنى. ايوه بابا، بس كل حاجه هتفضل باسمك، ما فيش حد فينا هيمد ايده على مليم. طول ما انت عايش يعني ربنا يديك الصحه وطوله العمر. عايزين تورثوني من الحياة؟ لا يا بابا، مين قال كده؟ بعد الشر يا بابا، احنا بس الحكايه كلها سوريه علشان محروس ما ياخدش تلت التركه يعني. وجالكم قلب تطلبوها مني؟ انا لسه عايش على وش الدنيا. لا يا بابا، احنا مش قصدنا، بس حضرتك عارف يعني ان محروس طمعان فينا ازاي، ومن زمان كمان. من ساعه ما جوز فوزيه بنته لخالد الله يرحمه، وبعد كده يا بابا جه خد التعويض، انت نسيت ولا ايه؟ وفوق كل ده كان عايز يخطب منى لابنه. يعني هو مستني بقى بعد الشر الساعه اللي ورثك فيها. وبصراحه ده مالنا واحنا مش هنخلي حد يشاركنا فيه. وانا مش هعمل حاجه خالف بيها شرع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه يا بابا؟ يعني بعد ما اموت الورث يتوزع حسب شرع ربنا. انت عايز محروس يورثك؟ مش انا اللي عايز، ربنا هو اللي عايز. بصراحه بقى كده يا بابا يبقى حرام عليك. حرمت عليك عيشتك يا سفله، تجننت يا بنت؟ بتركبيني حرمانيه؟ لا يا بابا، انا مش قصدي. قصدك ولا مش قصدك؟ انت تخلصي خالص. منى تعالي تعالي شوف اخواتك اللي عايزين يورثوني من الحياه. انا نفسي افهم بس يا حبيبتي، انت ليه مش موافقه تروحي للدكتور عشان تطمنين عليكي؟ خلاص بقى نادر، قلت لك شويه برد وهشرب حاجه سخنه. اي حاجه عندك شويه برد وخلاص، براحتك يعني، براحتك. انا مضطر بقى اروح الشغل عشان عندي ميعاد وهرجع لك كمان ساعتين. عايزه حاجه؟ لا شكرا. كلميني. حاضر. ازاي الحاج يقول لكم الكلام اللي قاله ده؟ يعني هو شايف ان محروس احق مننا في فلوسه؟ انا نفسي اتفاجئت بالكلام ده. احنا مش لازم نسكت، من واضح ان الحاج كبر وخرف. فخري بابا. ماما. بابا ما يقصدش، جد عقلي وزن بلد، بس ان جيت للحق هو غلطان في اللي قاله.